هناك افكتي مع عوامل اخرى، هذه العوامل هما يخليونا المده تاع الالتهابات تكون اقصر والسرطان يكون اقوى، ودونك يسهل لنا من ظهور هذا السرطان. من بين هذه الاسباب الزواج المبكر، دونك العلاقه الزوجيه المبكره يعني اقل من 16 سنه، زياده عدد الولادات، المراه اللي تولد بزاف لذلك ننصحوا تباعد الولادات. التدخين عند المرأة يخلي هذه الحالات الالتهابات تكون حادة، وبالتالي تكون عندنا نتيجة أسرع للسرطان. وفي حالات أخرى الأمراض اللي تقدر تأثر على المناعة تاع المرأة، مثلا لاشيفي لانفكسيون سيدا، مثلا السكري، بعض الأدوية اللي تقدر تنقصنا بطريقة مباشرة وغير مباشرة في المناعة تاعنا، دونك تسهل لنا من ظهور هذه الأورام. وأيضا يعني سيدات اللي يعانيوا من القصر الكلوي أيضا. افكتيفمون.